يهمك تثق في نفسك وتكون في علمك هنرد لطا وصعب تعيد اللقا هناخد مع بعض نسكة ولو إلا مرة نجوم في السماء إنما أنت عارفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف إنه هارش فبلاش يكون الجازف والباقي بقى أنت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش دي الخوف مكان وسطنا نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء فراج عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. مستعدين للمغامره؟ جدا. فراج انت قسمت قلبك الاهلي الرز الابيض وبعدين بسنت. ازاي بقى بسنت تيجي في المرتبه دي؟ دايما فطحان. ازاي؟ هي اللي قالت على فكره مش انا. راضي يا استاذ. يعني لو تعرفي لو تفتكري الموقف هي اللي قالت ده. ايوه انا عارفه ان هي اللي قالت. ممكن تصحح لها المعلومه لو المعلومه دي خاطئه ولا ايه؟ طبعا. لا هو الطبيعي صححها بقى رسمها لي صح. الرز الابيض الاهلي بتاعك. طيب وليه بسنت اللي عايزه تعملي دايفنج مع قروش؟ مع ايه؟ مع قروش. علشان كل الناس اللي اعرفه ما عملوها واعرف ناس كتير قوي عملتها بتقول لي لذيذه جدا وسهله قوي و ولما ياكلك القرش مش هياكل. هي على فكره هو مسالم جدا مش هياكلك ليه يعمل دايت؟ هو مش بياكلك انليس بروفوكت يا جماعه. هو الراجل كائن في حاله راجل هائم على وجهه كده. ما تختصي من غير قروش. عايزه اختص مع قروش. وبعدين غالبا هي دي المغامره. اختصي معايا مثلا يعني. غالبا هي دي المغامره الوحيده اللي لسه ما عملتهاش. دلوقتي هنخش على الفي ار تيست عشان نشوف بقى مين اللي هيجيب الهاي سكور. مفيش بطانيه مع الفي تي ار. في ار في تي ار ده يعني فيديو. يا مامي يا مامي. بس هي الفكرة ان السيركل جنب قوي طول. يا لها هايلة يا ولد يا مزموسة. يا جماعة يا ماكس ومن وجيسر سبقاني مش معقول. حلقي حلقي يا بنتي. هو حلق حلق. ايوه 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 يلا 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 اوبا. اوه 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 ايه شفت شفت يا ولد يا محمد. انا عايز العب بتاعتي تاني. بس مركز ازاي مستفزني جدا. حاسب 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 ما تمشي يلا. هو خبط اصلا ولا ايه؟ خد يلا يا ماكس. يمينك كله يمينك كله يا مدير يمينك كله هتلبس. يا نهار اسود. ايوه هي بتخض. خلصت فراكم بسنت. ايوه بعد الفي ار تيست النتيجه كالاتي. لبست خمس مرات في الشجره بسنت مغامره بنسبه 91%. ايه ده؟ والفائز معانا الاستاذ فراج بنسبه 96.5%. 91؟ والله كويس. ده لا مش خاصة انت 96 يعني. مبروك يا بيبي. مبروك. الله يبارك لك. انا كده الجايزه هتجي لك في الاخر. بالظبط. دلوقتي اخر حاجه هنعملها قبل ما نطلع الطياره عايزاكم تسجلوا فويس نوت. احكوا لنا كده انتوا حاسين بايه. لا 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 مش للدرجات. عايزين بس ايه نسمع الاحساس عشان نقارن قبل وبعد. اوكي. طلع يا فروج الموبايل. بقول كده بس. ابتدي الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ جدا. طب قولي بقى كان نفسكم مين يبقى معاكم دلوقتي؟ من صحابي مثلا نبيل عيسى كان هيبقى اكسايتد قوي قوي قوي. وانت مين يا بس؟ انا كان نفسي في اصحابي ممكن دينا. دينا نجم. هنكلم دينا بقى نعيشها معانا اجواء. نكلم دينا؟ ماشي. لو دينا عايزه اقول لك خبر. قولي. مش انا قلت لك ان انا رايحه شرم الشيخ مفاجاه؟ ما قلتليش انت رايحه تعملي ايه؟ هنعمل سكاي دايفنج مع بعض. عارفه هننزل فين؟ في طابا. جروبات البنات بتاعت واتساب كلها امانه في رقبتك. لا ما تصدقيش. وانا ليا 1500 جنيه عند البت هدى والنبي باخدهم منها. ماشي يا دينا تشاو شاو. Love you. Bye bye. Love you more حبيبي. Bye bye.
السماء نجوم السماء. في الطيارة مشعل يا ريس. احنا دلوقتي في الطيارة ايربلين مود. عايز اعرف من كل واحد فيكم امتى بيحط بقى موبايله في الحياة كده عادي على الايربلين مود، مش عايز حد يوصله، مش عايز يكلم حد. لما بقى في الطيارة عادي يعني. بس لما بقى في الطيارة او لو مش عايز ارد على حد. لا انا ما بقى يعني تمام مش اصلا عادي كده مش هرد في اقفل موبايلي ليه يعني انا مش هرد. Yeah.
والله العظيم ناقص ناقص الفاير بيس بيبي. قال لك بحبك في الجو هو ولا لا؟ لا ما مش شفتيش هو سرقني. قلت لها اي لاف يو قبل ما انزل. ما كنتوش سامعين بعض طيب في الهوا فوق؟ انت ما سمعتنيش؟ لا. قلت لها بيبي اي لاف يو. ما سمعتهاش. واتشهدت ونطيت. انا ما سمعتهاش. احس اتس اوكي يلا مش مشكلة. لا 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 يا جماعة بجد. يلا نعملها تاني؟ يا ريت. نجوم السماء. نجوم السماء. عملتوا ايه في الجو؟ عايزنا الجو اسود. ايه اللي حصل؟ انبسطتوا اهم حاجه؟ موت. انبسطنا جدا موت. انا مش يعني اول مره اعملها في حياتي، بس انت مش اول مره. بس انا بالنسبه لي بقى ان دي يعني انا وهي ان هي مناسبه مميزه جدا جدا، عمري ما انساها في حياتي عشان كانت اول مره اعملها في حياتي معاها. معاها في العادي الناس بتبقى مقلقه جدا من المغامرات، ومغامره زي النهارده اكيد بعد لا 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 خالص. انا ما قول بقى قول لهم يجوا يعملوا مغامره. يا ريت يا ريت كلنا نعمل كده. يا ريت يا جماعه بجد. انا شفت احلى منظر في العالم. اي ده حقيقي احلى منظر في العالم. المنظر فوق فظيع. انا عملت الدايف السكاي دايفنج قبل كده في امريكا، والله العظيم مفيش مقارنه. اصلا المكان اوريدي ان احنا نعمل في طابه، شايفه اربع بلاد في نفس المنطقه. أيوة. حاجه يعني واصلا كمان جدا. واحنا جايين احنا عدينا على اربع دول ليترالي، يعني السعوديه وفلسطين والاردن ومصر. يعني خدنا تور كده من فوق، المنظر من فوق مش طبيعي. طب يلا بينا قبل ما نكمل كلامنا نسمع الفويس نوت ونشوف كان شعوركم ايه قبل ما تركبوا الطياره. ماشي يلا بينا. مش حاسه ان هيبقى فيه اختلاف. على فكره انا عايز اعملها تاني دلوقتي. دي تبقى اول مره في حياتي انا اعمل حاجه زي كده. يس. وان شاء الله مش تبقى اخر مره. طبعا ان شاء الله. لا فيري فيري اكسايتد. انا وانا كمان جدا جدا متحمس. عايز اروح للموضوع ده بسرعه. اول مره هعمل التجربه دي في حياتي عموما، وحلاوتها بقى ولذتها انها مع مسبوسه، فهنبقى طايرين في الهواء جنب بعض زي ما بيقولوا طايرين. سو اكسايتد جدا جدا، وهنحكي لكم بقى على اللي حصل فوق بعد ما نرجع. ايوه بعد الفاصل بس خلاص. لا شكرا. بس خلاص. رجعت ونفس فعلا الاحساس. نفس يعني الاحساس. لا 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 لا. تستاهل وتأشيط المغامر الجامدين جدا. نفس الاحساس. معلوماتنا عنك يا بسنت انك ست بيت شاطرة. ده حقيقي. هنشاهد فرج عليكي هو يقول بقى حقيقي ولا لا. جدا جدا. جدا. ايه قول؟ اكتر حاجة بتاكلها من ايديها حلوة بتبسطك ايه؟ يا معلم انا هقول لك على كارثة. أول مرة أكلت من ايديها عمري ما هنسى. وكانت أنا عشان بحب الأكلة دي، والأكلة دي صعبة مش سهلة يعني عشان تتعمل. وعملتها تحفة. تحفة. قعدت اكل فيها 3 ايام. الف هنا وسهلا. حكاوي. الله. احنا خلصنا مغامرتنا النهارده معاكم وكنا مبسوطين. يا رب تكونوا كمان اتبسطتوا بالمغامره. جدا جدا جدا. وقبل ما نمشي من المكان يلا بسرعه سيلفي انت وبسنت مع علي صلاح الدين واجمل منظر في طابق.
في قلوبهم وبتحب في كل ورصة هتلاقي دفع الخير مالي ناسها أمنها أكيد سبب كافي وده أساسها تاريخ مكتوب تاريخ شاهد جمال معلمة وأثرها وبشهادة واحد واحد لما زارها وتمشي في أرضها للآخر وطيبة هنا نجوم السما في بلدي ولادها منورين فيها ده نورهم خير على طرابة ومحليها عشان مستقبل ولادي وبكرة أنا هبقى مطمن على بلادي.